التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، وعلى بركة الله تعلن انطلاقة جديدة، وشوطنا هو الشوط السابع الخاص بالجعدان اللقاية المحليات الأصايل الخمسة كيلومترات المنطلقة من خلال هذه الأسماء مباشرة مع البداية، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. شاهين على المركز الأول، يتقدم الجميع لبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري من يقدم لنا شاهين على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين أيضا يأتي ثانيا، محمد بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الثاني، المركز الثالث ثالث المراكز مكلف عبد الله بن محمد بن عبد الله النعيمي، والمركز الرابع رابع المراكز، وتابع أو تابع القدوم والقدوم والدخول من مداهم محفوظ بن خميس آلي نيبي، يتقدم يتقدم تقدم رائع مع تقدم الأسماء المتميزة. المركز الخامس خامس المراكز اللي وصل هنا محبوس، وصل محبوس مظفر بن محمد بن العضيلي محسوب يتقدم، مظفر بن محمد بن العضيلي العامري شعار الصمود من يتقدم مع المركز الخامس، النقلة والدور مع سادس المراكز، وتابع أو تابع القدوم من هناك هزروف، يتقدم محمد بن سعيد بن حسن بن راشد الشميلي من يتقدم تقدم رائع، والقدوم والدخول في هذه اللحظات من جلاد سعيد بن هلال بن طراف المنصوري مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز من الجانب الآخر. هناك قدوم من عرب محمد بن حمد بن العود العامري يتقدم مع عرب في هذه اللحظات، النقلة مع المركز الثامن، ثامن المراكز، وتابع وتابع هذا العابر عبيد بن الحلوس بن ذيبان العامري، والمركز التاسع تاسع المراكز من الجانب الآخر اللي وصل. هناك القدوم من هملول محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة يتقدم تقدم رائع، المركز العاشر عاشر المراكز، اختم به النداء الاول. هناك غازي سيف بن محمد بن عبد الله الراشدي، هكذا النتيجة، هكذا الاسماء، هكذا العشرة المراكز الاولى، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع الانطلاق. هناك محسوب، محسوب على المركز الأول مظفر بن محمد بن العضيلي العامري من يقدم لنا محسوب على الصدارة وعلى بداية هذا الشوط. المركز الثاني مداهم محفوظ بن خميس آلي نيبي يتقدم بناصر ثانيا، والمركز الثالث ثالث المراكز، وتابع القدوم من شاهين محمد بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الثالث، المركز الرابع رابع المراكز، وتابع هناك شاهين بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري مع المركز الرابع، المركز الخامس خامس المراكز جلاد سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، والمركز السادس سادس المراكز يا سلام يا سلام مكلف عبد الله بن محمد بن عبد الله النعيمي، والقدوم والهجوم في هذه اللحظات على المركز السابع ايضا، يتقدم يتقدم تقدم رائع. هذا اللي وصل، هذا اللي وصل شاهين عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري، الله الله يا القوه، الله يا التحديات. شامان ايضا لكردوس بن محمد بن سالم العامري مع المركز السابع والمركز الثامن، ثامن المراكز، ثامن التحديات، وتابع عرب محمد بن حمد بن العود العامري يتقدم مع عرب تقدم رائع في هذه اللحظات مع تقدم الأسماء المتميزة. هملول مع المركز التاسع، محمد بن عبد الله بن محمد بوهليبة، والمركز العاشر عاشر المراكز، هناك الظروف محمد بن حسن بن راشد الشميلي، هكذا النتيجة نتيجة للعشرة المراكز الأولى، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام اللي غير، اللي غير هناك، اللي غير وانطلق شامان، شامان غير المقدمة، غير صدارة هذا الشوط. كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم لنا شامان على المركز الأول، المركز الثاني شاهين عبد الله بن محمد بن سهيل بن
هدفه العامري، والمركز الثالث ثالث المراكز جلاد سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، والمركز الرابع رابع المراكز الله يا بن غالب الله يا بن غالب. هناك يتقدم القادم من الوثبة القادم من عاصمة الميادين، هنا من خلال أيضا من خلال تقدم شاهين من خلال تقدم شاهين في هذه اللحظات بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري. يا سلام يتقدم تقدم رائع، يتسلل من مركز إلى مركز أو تابع المركز الخامس خامس المراكز اللي وصل شاهين محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي، واصل أيضا بكل قوة في هذه اللحظات مع الأمتار الأخيرة، وأيضا القادم على المركز السادس من خلال أيضا تقدم الشميمي سالم بن سلي بن سالم العفاري. الله الله يا هذا الشوط، الله يا القوة، الله يا التحديات. ولكن وتابع هناك أيضا القادم مكلف عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم مع مكلف في هذه اللحظات من كلف بهذه المهمة. ولكن نعود مع الأمتار الأخيرة، نعود مع الأمتار الخطيرة. شامان على المركز الأول كردوس بن محمد بن سالم العامري، من يقدم لنا شامان مع الصدارة مع البداية. ولكن الأسماء بدأت تتحرك، الشميمي لسالم بن سلي بن سالم العفار مصانع الجنوب. الله الله يا الإثارة. شاهين مع المركز الثاني أيضا قادم بخيت وغالب سلطان المنصوري، واللي قادم اللي واصل مرحب محسن بن عبيد بن راشد بن بعيران المري يتقدم. ولكن لنعودة مع الشميمي اللي شام مع المركز الأول سالم بن سلي بن سالم العفاري في الأمتار الأخيرة. ولكن حرب السماحي بن سعيد بن فلاح الأحبابي وبن غالب الأمتار الخطيرة. وين بيغادر هذا الناموس؟ وين بيغادر؟ سلام يا التحديات. ولكن هناك حرب الأمتار الأخيرة الشميمي وحرب الشميمي. تهانينا والناموس لمالك الشميمي لسالم بن سلي بن سالم العفاري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان من نصيب حرب السميحي بن سعيد بن فلاح السحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي، والمركز الثالث كان من نصيب شاهين بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، والمركز الرابع الغزال سلطان بن علي بن سويدان العمري، والمركز الخامس مشاهدينا الكرام مرحب لمحسن بن عبيد بن راشد بن بعيران المري. هكذا التحديات، هكذا المنافسات. الشميمي بالخمسة كيلومترات 7 دقائق وأيضا 36 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشميمي سالم بن سلي بن سالم العفاري. سلام مصانع الجنوب، سلام. 7 دقائق 36 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك مرحب السحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان فيه ب7 دقائق 37 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمالك شاهين على هذا الفوز والانتصار بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.